ساعة واحدة أو نصفها حتى ستجعل كل ما بناه الإسرائيليون على مدى أعوام هباءً منثوراً. فقبل أن يرتد إلى نتنياهو وجيشه طرفه، ستكون صواريخ حزب الله ومسيراته قد حولت هذه المصانع إلى كتلة من نار وركام. مصانع كيميائية وتكنولوجية وأخرى غذائية ومعامل لتوليد الكهرباء، كل ما سلف وأكثر بات في مرمى حزب الله. بس بالشمال في مصانع كيميائية بقيمة 31 مليار دولار، مصانع تكنولوجيا بقيمة 76 مليار دولار، مصانع كهرباء بقيمة 9 مليار دولار، مصانع مواد غذائية 12 مليار دولار. استغرق العمل لإنشائها 34 عاماً. هودي هودي، كلهم بيروحوا بساعة واحدة، ساعة واحدة نص ساعة. يعد شمال فلسطين المحتلة الخزانة المائية للكيان ومقصد أكثر من مليوني سائح سنوياً وسلة أمنه الغذائي، فأكثر من نصف احتياجات الاحتلال يتم إنتاجها في مستوطنات الشمال وأهم المصانع العسكرية المختصة في إنتاج المسيرات والصواريخ والقنابل ومنظومات الدفاع الجوي وغيرها تتمركز هنا، ومعامل توليد الكهرباء التي تغذي أكثر من 60% من إسرائيل تتمركز في الشمال أيضاً. خسرنا الشمال، يصرخ رؤساء المستوطنات ولا من مجيب. فنتنياهو يقامر بمصائر مستوطنيه الذين يعلمون أن حزب الله سيرد، وما هي إلا ساعة واحدة قد تأتيهم بغتة، فلا هم ولا دفاعاتهم الجوية ولا القبة الحديدية يشعرونها.